ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فضيحة: مطار وجدة تحول إلى ميناء ومركز الإغاثة يحتاج لمغيث ومرجان يستعين بالكراطة. دقائق معدودة كانت كافية لتحول عشرات الشوارع والمرافق بمدينة وجدة إلى وديان تنقل السيول في كل الاتجاهات. المشهد في الحقيقة أشبه بفيلم رعب عاشه العديد من المواطنين بطرقات وجدة، وخاصة الطريق الرابط بين مدينة الألفية والمطار وفي المرافق الأخرى الواقعة في هذه المنطقة. لساعات ظلت تلك الطريق مقطوعة في وجه حركة السير، حيث لم يتمكن المواطنون من التنقل بسيارتهم نتيجة السيول الجارفة التي قطعتها بالقرب من مرجان. وفي الوقت الذي استعان مستخدم السوق الممتاز بالكراطة من أجل طرد المياه التي اجتاحت من كل صوب وحدب، وقف العاملون في مركز الإغاثة الذي يضم العشرات من الآليات والذي شيده مجلس جهة الشرق مشدوهين أمام هول السيول الجارفة التي اخترقت المركز أيضا. أما مطار وجدة فتحول في الواقع إلى ميناء وجدة أنجاد، على حد تعبير بعضهم بالنظر لكمية المياه الكبيرة التي اجتاحت مرافقه، ووجد المواطنون أنفسهم أمام وضع لم يعهدوه في مطارات العالم. والواقع أن الحادث الذي مس هذه المؤسسة الحيوية والاستراتيجية والتي تمثل في نفس الوقت وجه المدينة والجهة يحتاج إلى وقفة مطولة وإجراءات حازمة وحاسمة في نفس الوقت لتحديد مسؤوليات ما حدث وجرى. عملية مرحبا، مرحبا بالجارية القاطنة بالخارج، مرحبا بكم. اخوتي احنا راه في مطار وجدة انقاد، احنا نزلنا لقينا لابيسيل تقدر تسبر لينا تمشى بالحفا انت شوف الناس اللي هذا مطار وجدة انقاد. انتم الاخوان مطار وجدة انقاد رب الرعد. عملية مرحبا، مرحبا بالجارية القاطنة بالخارج، مرحبا بكم. اخوتي احنا راه في مطار وجدة انقاد، احنا نزلنا لقينا لابيسيل تقدر تسبر لينا تمشى بالحفا انت شوف الناس اللي هذا مطار وجدة انقاد. انتم الاخوان مطار وجدة انقاد رب الرعد.